واللي كان معنا إخواني في دروسنا السابقة قلنا إنه بني إسرائيل تتقدم في الأمور بشكل مراحل، ما بتطب على الأمر كل مرة واحدة، شو بتاخد مراحل. وقلنا إنه المرحلة الأولى المعضلة الأولانية الكبيرة كانت بالنسبة لهم إنهم كيف يوصلوا لفلسطين، وقلنا إنه احتالوا وقاموا بتوريط بريطانيا في مشاكل مالية كبيرة، وأعطوا بريطانيا الحل بأن تسد عنهم عائلة بدون ذكر اسمها هذه الديون لقاء ايش؟ وعد اللي احنا نعرفه شو اسمه، وعد بلفور، وسدت عنها الديون. وكانت الحيلة انه تقوم بريطانيا بأخذ اليهود وإدخالهم إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين، ثم تنسحب بريطانيا. بهيك شو بيوصلوا؟ بيوصلوا للقسم الأولاني، في عندهم مراحل، المرحلة الأولانية. وقلنا هذا حتى يتجنبوا غضب الله عز وجل. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الدخول إلى الأرض المقدسة، فهذه كانت مرحلة أولانية، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فهم يخادعون الله، وشو بيقولوا؟ بيقولوا احنا ما جينا لفلسطين، بريطانيا جابتنا ورمتنا هون وانسحبت، فاحنا صار وجودنا امر واقع. وقلنا انه المرحله الثانيه كيف يوصلوا لايش؟ لمدينه القدس. سنه 48 كانوا مسيطرين على قسم الغربي من القدس. سنه 67 خلقوا الذرائع ووشبوا ناس، يعني بطريقة ما أو بأخرى، ونعلم إحنا مسلسل خيانات إخواني من أوله إلى ابتدائه ما في داعي نحكي فيه. نعلم إنه كان في هناك ما سموه العدوان أو الهجوم الثلاثي، والنتيجة كانت إنه اليهود دخلوا إلى القسم الشرقي من مدينة القدس سنة 67. هيهم شو وصلوا للمرحلة الثانية؟ المرحلة الثالثة إخواني شو هي؟ الوصول الى المسجد الاقصى. عشان هيك الاحداث اللي انت بتحكي معها شمالها كلها مترابطه، هي جزء من ايش؟ جزء من مسلسل. كيف نوصل لفلسطين؟ كيف نوصل لبيت المقدس؟ كيف نوصل للمسجد الاقصى؟ ثلاث نقاط، ثلاث مراحل بنشوف فيها. وخلال هاي المسيره هذا الستاتس كو دائما شو كان؟ كان يتم تغييره وتطويعه واقناع العالم في انه هذا هو الامر الواقع والذي لا يمكن تغييره ولا العودة له ولا بأي حال من الأحوال. يعني إذا جاءت الآن دولة بني إسرائيل وقالت أنا بدي أرجع للوضع القائم، ما فيش عندها قدرة، لأنه معالم الوضع القائم اللي كان موجود واللي كان لازم تحافظ عليه شو كلها انتهت. ما في وضع قائم سابق، ولا يستطيعوا أن يعودوا إلى الوضع القائم السابق. فالوضع القائم للأقصى تكلمنا، يعني واحد من الأوضاع القائمة الستاتس كو هو الوضع القائم الموجود في الأقصى. الوضع القائم الموجود في الأقصى كان أنه السيطرة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس وبالأخص المسجد الأقصى تتبع مين؟ الأوقاف الأردنية. يعني أنت يا أردن شو في إليك؟ إليك السيطرة على هذا المكان. يعني حسب المفهوم الدولي، حسب المفهوم الدولي والعالمي، المسجد الأقصى 144 دونم شو مالها؟ هي قطعة أرض، جزء من إيش؟ من الدولة الأردنية، معناها إيش؟ خارج حدودها، ولكن هي جزء منها بحسب القانون الدولي اللي كان متعارف عليه واللي مضت عليه اليهود في ذلك الوقت، نتحافظ على الوضع القائم داخل المسجد الأقصى. الآن دخولهم إلى المسجد الأقصى شو معناه؟ تغيير للستيتس كو. هلا كيف بدهم يغيروا الستاتس كو؟ بقول لك احنا ما بنغير الستاتس كو، ولكن هم شو بيلجأوا؟ بيلجأوا لتغيير المفاهيم وتطويعها داخل الاتفاقية، لأنه أصلا اللي وقع على الاتفاقية ما كان في عنده وعي أو كان عارف، ولكن شو مسوي؟ مغمض عينيه وقابل إنه الطرف الثاني يضحك عليه، أو هو يا مشتركين أنا وقعت على الأمر بس يعني ما انتبهتش إنه هاي الكلمة قد تفسر بطريقة أخرى. المسجد الأقصى أخوان، لما وقعت اليهود على الستاتوس كو للمسجد الأقصى، التلاعب صار في إيش؟ في معنى المسجد الأقصى. ما هو المسجد الأقصى؟ فبدأت قليلا قليلا
تزرع في عقول الناس وبالأخص كبار السن اللي كانوا يتوافدوا إلى المسجد الأقصى إنه هذا المكان اللي إحنا فيه شو هو الأقصى، والمصلى تبع قبة الصخرة شو اسمه؟ الصخرة. فصار في عنا مصطلحين، الصخرة والأقصى، وتكلمنا وقلنا وللأسف هذا المصطلح مصطلح الأقصى الذي يطلق على المسجد أو المصلى القبلي حاليا لا زال لغاية الآن الخطأ موجود. يعني حتى بين موظفين الأوقاف التابعين للأردن شو بقول لك، يعني هم هلا اسمعهم وقف جنب واحد ويسألوا فين أنت اليوم حارس، شو بقول لك أنا حارس على الأقصى. أنت فين حارس؟ أنا حارس على الصخرة. أنت فين حارس؟ أنا حارس على باب السنسن. فبيستخدموا مصطلح الأقصى في إيش؟ في إنه هو المصلى القبلي. فهذا المصطلح يعتبروه اليهود شو هو؟ إنه الأقصى اللي إحنا اتفقنا معكم إنه نحافظ على الوضع القائم تبعه شو هو؟ هو المصلى القبلي. بس الخارج شو ماله؟ هذه ساحات مش تابعة للأقصى، تابعة لبلدية أورشليم القدس. عشان هيك يعني بيعطوا حالهم الحق قانونيا ودوليا انهم يدخلوا جوا الساحات، بس بيمنعوا عن حالهم الدخول داخل المصلى القبلي الا في حالة ردة فعل لشيء حدث من داخل المصلى القبلي. دفاع عن النفس بالضبط، تعتبروها ايش؟ دفاع عن النفس. يعني واحد جوا المصلى القبلي يحمل على سبيل المثال حذاء ويرميه على شرطي من في خارج المصلى القبلي، شو بيسووه؟ بيقتحموا المصلى القبلي. شو بقول لك؟ انا بدي ادافع عن نفسي، في عمل عدائي جاءني من هذا المكان وما شو بسموه؟ من الاقصى. للاسف كما قلنا احنا بنساعدهم في الاخلال في المصطلحات. جاء عندي عمل عدائي من هذا المكان، فانا شو بدي اسوي؟ اصبح من حقي اني اقتحم هذا المكان، زي ما على سبيل المثال لما ضربوا المفاعل النووي في العراق، او لما ضربوا المفاعل النووي في ايران، او لما يروحوا يسووا غارات في سوريا او في لبنان او في اي مكان اخر. شو بقول لك؟ في مخطط عدائي كان جاييني من هذا المكان، فاصبح من عندي اللي الحق انه شو اسوي؟ ارد على هذا الاعتداء. اخواني لا ننسى انه التطويع للمصطلحات وتغيير شكل الستيتوس كو، مع انه امر مسكر بس هم مش بيسووه، بيطووه بيغيروه حسب مصالحهم مع الوقت، كل يوم بيغيروا المصطلح وبيعدلوه وبيطلعوا له اعذار ومنافذ حتى انهم يتحايلوا عليه. هذا الامر مستمر حتى يصلوا الى الهدف اللي بدهم يوصلوا.